الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. شهر رمضان شهر مميز، بل هو الشهر المميز في السنة كلها، يترقبه الناس ويتباركون بدخوله ويهنئ بعضهم بعضا بذلك، ويغيرون فيه عاداتهم وتقاليدهم وأحوالهم، وتنشط فيه نفوسهم للطاعة والذكر والعبادة وقراءة القرآن والإحسان إلى الخلق، ضعيف ومسكين وتفقد الأرامل، محتاجين، أخرج زكواتهم صدقاتهم، فهم يترقبونه طوال السنة، بل يدعون الله سبحانه وتعالى بذلك، أن يبلغهم الله هذا الشهر الكريم. لهذا نسعد جميعا وأهنئ كل من من الله عليه تعالى من الله تعالى عليه ببلوغ هذا الشهر، والله أسأل لنا ولهم القبول والسداد. أما أنا فمن عادتي في شهر رمضان أن يشغل المسجد وقتي كله تقريبا، إلا ما ندر أي وقت النوم، وإلا منذ أن أستيقظ وأنا في المسجد تقريبا أو في المكتبة. بطبيعة الحال خاصة في ليالي الصيف قد لا يستطيع المرء أن ينام قليلا، لأن الوقت لا يساعد في ذلك، الفجر قريب، انتهاء من صلاة التراويح متأخر، والضيوف والمقابلات والأعمال تأخذ الليلة كلها، لهذا لا يكون النوم إلا بعد الفجر تقريبا، والاستيقاظ قبل الظهر قبيل الظهر بقليل، ثم يبدأ العمل بعد الظهر في تلاوة القرآن وإقراء، وبعد العصر في المسجد أيضا بالدورة الرمضانية، وبعد المغرب هو الذي نستطيع أن نلتقي به مع العائلة الزوجة والأولاد، ثم نستعد لصلاة التراويح، ثم تأخذ التراويح الوقت الأكثر أيضا، ثم بعد ذلك نستقبل أيضا بعض الأخوة الأصدقاء الزائرين والمهنئين والسائلين وما أشبه ذلك. فاليوم يأخذ كل وقتنا تقريبا. وقت القراءة يكون عادة الظهر، بين الظهر والعصر نقرأ في المكتبة شيئا من الصيام، أحكام الصيام، ونقرأ شيئا من القرآن، والله تعالى هو المستعان، وأسأل الله لي ولكم القبول والسداد. ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه فعلا في الطاعة في هذا الشهر الكريم، فإنه إذا لم يهتم بقراءة القرآن ويقرأه ويكثر من ذلك في شهر رمضان فمتى؟ وإذا لم تخشع جوارحه، يخشع قلبه ويغض بصره ويعفي سمعه من سماع الغيبة والنميمة في رمضان، فأيضا السؤال متى؟ إذا لم يكن مقبلا على الخير والطاعة والعطاء في هذا الشهر المبارك فمتى؟ يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من أدرك رمضان فلم يغفر له. إذن هو فرصة كبيرة جدا عظيمة قد لا تتكرر. كثير من الناس سيتساقطون قبل رمضان، وكثير منهم أيضا سيتساقطون أثناءه. قد يكون رمضان هذا آخر رمضان في حياتك، فاعمل لأجله لكي يكون مستودعا للحسنات، وتترك فيه جميع العادات القبيحة التي كنت تفعلها أحيانا ولو كانت مجرد عادة لا شيء في حكمها، يعني أن تتخلص فيه مثلا من كثرة النوم، أن تتخلص فيه من كثرة الكسل والخمول، أن تكون فيه نشط النفس لا خبيث النفس كسلان، وأن تكون أيضا فيه معطاء متطوعا في أعمال الخير والبر، أن تبحث أيضا ربما يكون بعض جيرانك أيضا من الفقراء والمساكين فتفقدهم، لا أحيانا الإنسان ينظر بعيدا ويترك القريب. إذن هذا الشهر الحمد لله على بلوغه فرصة عظيمة لنا جميعا كي نتغير. رمضان هو شهر التغيير، تغيير كل شيء قبيح إلى شيء حسن. الإنسان إذا استطاع أن يزين نفسه بالعمل الصالح في هذا الشهر فإنه إن شاء الله تعالى سيكون على خير كبير في بقية أشهره القادمة. أطال الله عمري وأعماركم على طاعة منه وبر وإحسان، وأسأله جل جلاله أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية، وأبارك بالمناسبة أيضا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز وولي عهده وولي عهده وللأسرة الكريمة المالكة ولجميع الشعب والأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم.